بجنن بجنن. هاي توتي شو بها ما عم ترد علي؟ ما بعرف ديا ليه ما عم بترد على بابي. بك شي بابا؟ ليش مش عم ترد علي؟ بك شي بابا ديا رد علي. رؤية حيث رؤية ما طلعت علي. بك شي بابا رد علي ليه ما عم ترد علي ديا؟ اذا ما رديت عليه رح قاصصك. شو عطاك على البنات؟ طولي بالك علي فزعتي. انا بدي اعرف شو بها. طولي بالك. بك شي بابا؟ لا. زعلانة من ماما؟ لا. زعلانة من بابا؟ لا. لك يا ديا اذا ما رح تردي فاذا عبيك بدي كسري. روقي لك يا كريم. كسريها تاتي النص كسريها. طولي بالك لنشوف شو القصه. طولي بالك. ليك فادي سمعها هالحكيات لبنتك انت لحتى تنتزع اكثر ما هي منزوعه. سمعها حتى دايما تعمل مثل ما هلا عم تعمل تطنبط وتزعل كل ما بدها انك تنفذ لها طلباتها. ومين قال لك انه هي عم تطنبط وتزعل حتى انا نفذ لها طلباتها؟ ولا بده مني يقول لي ما انا بعمل هيك لما بدي اياك تنفذ لي طلباتي. هي مضبوط لك كيف نسيت ولا وش هذه اشياء بتنتسها بعرف ايه حياتي معلش. على كل حال تعمل اللي بدي اياه لك تقبرني ان شاء الله. اطلب اللي بدك اياه لك يا حياتي. اطلب اللي بدك اياه لك رخيلك انا وانا بنفذه. المهم اشوفك زعلانه دي يا حبيبتي توتي. شو بدك بابا؟ اطلبي واتمني. شو بدك؟ شيان. كلب. كلب. تعرف شو بابا؟ خليك زعلاني أحسن. أهلا وسهلا بوجيه. أهلا وسهلا بالجار الآدمي. أهلا أبو منعم. لك يا أبو منعم أنا زعلان منك كثير. ها معقول هيك تعمل فيي؟ معقول تبعت لي شباب لعندي على البلد يضربوني وين جايبوني لعندك بهالطريقة هيدي؟ بيحك؟ هو الحقيقة معك حق مش منيح أبدا. برافو عليك يا أبو منعم. أنا ما كان لازم قلن يضربوك. كان لازم قلن يدعوسوك ويجيبوك. دخلك الله دخلك الله. لك يا وزير ما عم شو رح قلها. طب للمرة الأخيرة بفهمك. في عيني 250 ألف ليرة معك سنن أكثر من سنتين ما عم تدفعهم. ومعك مهلة شهر إذا ما بتدفعهم إلا خليهم يعلقوك هالمرة. اسمح لي لك يا أبو منعم إنه هالحديث مش مظبوط. شو؟ مش مظبوط أبدا. شو مش مظبوط؟ أنا ما إلي معك 250 ألف ليرة يا وزير. هو لل 250 ألف ليرة إلك معك. مش واحد يحكي. بس مش مظبوط إنه قالوا سنتين. لا. قالوا سنة وتسع أشهر بالتحديد. شي كيلو شهدية من معروف؟ شو هيدا؟ قال لي متجوز راضي ولا فادي راضي لازم بده يتجوز. تفضل هاي بنتك قدامك صالحة. شو بدي اعمل؟ بدي صالحها لبنتي؟ مش انت زعلت لبنتك صالحها؟ زعلت لبنتي؟ انت شايفة شو بدها بنتي؟ شايفة شو بدها بنتي؟ سامعة وشايفة. شو رأيك اعمل؟ يعني اعملها مثل ما بدها. نعم؟ بتعرف شو بدها؟ شو بدها؟ بدها كلب. جيب لها كلب. شو؟ شو فيها؟ لك شو فيها؟ انا بعد ناقصني كلب بالبيت، انا بدي اجيب كلب على بيتي لي. طب ما لا اللي فين بكفيني انا؟ شو يعني؟ ما بدك تجيب لك كلب؟ لا والله ما بدي اجيب لك كلب. طيب هيدي بنتك قدامك، طفل منك إلها وانت خبرها انه ما بدك تجيب لك كلب، شي بسم الكلب. انا بعتذر ما رح اقدر اجيب لك كلب. بليز بابا. يا بابا ما تقولي لي بليز دخيلك انا ضعيف. بحبك. بعرف تحبيني ديا بس انا بليز. ما تستعلي معي هالطريقه. بليز. هالطريقه هيدي انا ما بليز. اوكي بابا رح اجيب لك كلب منيح. انا حبك. بسم الله عليا طالع كفه لامه. والله الاستاذ فادي ما بيعذب حاله يتصل فيه ولا بيعذب حاله يسأل عني. ناطرني انا لأسأل عنه. اي لا لا رح اتصل فيه ولا رح اسأل عنه. بده ضل ماشي على ذوق الست كارين. اي ضل ماشي لشوف اخرتها وين. هالحربية هالحية. اي ما رح اتصل فيه. وحده كمان لماما. لك توتي انا صحيح وعدتك بدي اجيب لك كلب بس مش اليوم بابا يعني مش هلا مش بهالوقت. شو قصدك تقول؟ كذبت
عليها للبنت بدك تشتري لها كلب؟ يا عمي مش بدي اشتري لها كلبك مش هلا يعني هلا ليك فادي انا اهم شيء عندي بالحياة الوعد ما بحياتك تقعد ولد وتكذب عليه وخصوصا ضيع لانه ضيع كثير حساسة واذا وعدت وكذبت عليها ما بتعود توثق فيك ولا بتعود تصدقك وبتنهار البنت بدك تنفذ وعدك احمد طولي بالك قلتي هلا ما في يجيب له كلب يا عمي ما في يجيب لك كلب هلا يا عمي شو مش هلا يعني امسين يعني اذا مش هلا طولي بالك ومن انفكر يا سعادي بيضلوا عم يتشارعوا عشو عم تتشارعوا هالمره من غير شر ما خاصة بلا خاصة وشي عنده خبرة وبساعدنا معلوم عندي خبرة بس بشو بالكلاب وجي نعم من وين اشتريت كلبك لكي هو الحقيقة كارين شوفي انا ما اشتريته شو لكيت شفطته لا قصدي اقول سرقوا لا يا حبيبي لا مش سرقته بمعنى سرقته لقيته شفتي ما عنده خبرة كتير مهمة مش بس بالكلاب بالسرقة لا يا فادي برجع بكرر لك اوعى تقول سرقة اوعى تلفظ كلمة سرقة على زينك بعطيب انا لقيته يعني لقيته وين لقيته عطاري انا لقيته قدام فيلا محترمة شو عم بيعمل كلب قدام الفيلا ابو عيب بستوم كنت قاطع بالسيارة يا فادي الدنيا كانت عم بتشتي شو هي بالتفت هيك لقي كلب حلو مهضوب عيوب قاعد لحالي حرام عم يبكي والدنيا عم بتشتي عليه شفقني قلبي عليه لا معقول يا حرام شو هالظالمين هيك في زلمة بعيد وقف هونيك قلت هذا اكيد عم بيعذبوا نزلت من السيارة شرحت الجاكيت لفلفته فيها طلعت بالسيارة حطيته فيها شوي بسمع صوت لوين رايح ايه؟ اكيد هذا ضيق من السرعه من السرعه ضيق نفسيا من السرعه ما سرقوا ليك وجي نعم بتعرف لك شي محل ببيع حيوانات يعني هلا بفهم من حديثكم الكل ساعه عم بتقولوا بدكم محل ببيع حيوانات كرمال تشتروا كلب لديا بدنا نشتري كلب لديا شو رايك انت شو رايحين نعمل بمحل الحيوانات يعني غير نشتري كلب لديا بدنا نروح نشتري سيارة جديدة شو اشتروه سيارة جديدة عم تشتري سيارة غير الجيب لا خلاص انا مش بس بعرف محل ببيع حيوانات لا انا بعرف مزرعة بتبيع حيوانات اهم مزرعة بالبلد يلا مشوا رؤيا وجيه لا لك شغل قوم يلا فادي قوم انا مش رح اروح اجيب الكلب هلا ليه؟ قوم هلا من روحه يعني ما رح جيب كلب خلاص العب اللي فادي. مش هلا الكلب يا كلب مش حقوم قوم يا فادي قوم يا فادي ليكي كريم انا الرجال بالبيت وكلمتي بدها تمشي الكلب مش رح نشتري اليوم يعني مش رح نشتري اليوم فهمتي؟ لا يعني لا هدوم بابا شو هذا كبير الحمار هيداك شو بدك فيه بناخذ واحد صغير بابا هذا كثير منيح صغير لك طلع فيه لك هذاك هيدا بيكبر يا مامي بيكبر اذا اخذناه وطعميناه بصير لك يا عمي البنت بدها الكلب الكبير جيبوا لها الكلب الكبير لك وين نطلع بالبيت انجح شيء ان احنا بدنا ناخذ كلب كبير على الأرض هذا صغير بجنني لك باهضمه بابا شو يا مامي بناخذ صغير خلص يا فادي هي بدها استاذ عمال معروف حزم استاذ حزم الله خليك يعني بعد المشاورات مرتي وبنتي نقوا الكلب هيدا فشو بدك تعمل بدنا يلا الكلب مضبوط ايه مضبوط خبرنا اوانتي اي عمره 10 اشهر جولدن ريسيفر مدرب طعم بحب الولاد كثير وخرج يعيش بالبيت اها مدرب ماشي طيعك الكلب انت شو كمان عنده هيك مميزات هذا الكلب هذا كثير بحب الاولاد وكمان بيستعمل على الصيد اوف كمان بعيش بالبيت وما بعوي ابدا برافو فادي خلص بدنا ناخذ ماشي ما بيعوي رح ناخذه مبروك وهذا كتاب هديه كرمال تعرف كيف بدك تتعامل معه للكلب هذا بيعلمني كيف اتعامل مع الكلب والله شيء حلو شوفوا يا جماعه تعلم الكلب من
من غير مغلم.